الصناعة التقليدية تراثنا التقليديين في هذه الأثناء تعطى الانطلاقة لافتتاح فعاليات معرض الصناعة التقنية والتقليدية. المعرض تيجي هو في إطار واحد المنافسة ديال المنتوجات الآسيوية وكذلك المنتوجات اللي تدخل من اسبانيا، وخصوصا وحنا في النقطه الحدوديه اللي هي الفنيدق، فكان لابد من ابراز الصانع التقليدي وكذلك لابد من ابراز منتوج الصناعه التقليديه اللي هو منتوج تراثي ومنتوج اللي هو تيمثل الحضاره ديالنا المغربيه.